هلو، ازيكم يا حلوين؟ النهاردة هنعمل سكراب حلو جدا جدا للبشرة، سكراب حلو قوي للوش، سكراب بالفراولة، شكله تحفة وفايدته تحفتين، جميل جدا. هقول لكم شوية حاجات على فايدة الفراولة. طبعا الفراولة مضادة للأكسدة، حلو قوي في التقشير، بتجدد خلايا البشرة. الفراولة كمان حلوة قوي، بتضيع التجاعيد الرفيعة في الوش، بالذات التجاعيد اللي حوالين العين. كمان حلوة قوي في تقشير الشفايف، جميلة جدا. كمان الفراولة بتعالج حب الشباب، علشان كده انا اخترت ان انا اعمل السكراب الجميل ده. تعالوا بقى نشوف مع بعض هنعمله ازاي، وانا هعمله يعني بتكنيك جديد كده في الشغل زي ما هتشوفوه دلوقتي. اهم حاجة في الوصفة دي هي خلاصة الفراولة، وانا سعيدة بيها جدا. دي كانت اول تجربة ليا في الاستخلاص، كان من حوالي سنة قطعت الفراولة وغطيتها بالجليسرين ونسيتها خالص خالص في الدولاب، وبعدين لما فتحت عليها لقيتها بقى يعني خلاصة جميلة جدا، ريحة الفراولة قوية قوي فيها ولونها احمر جميل، فانا سعيدة بيها جدا. بقية المكونات بتاعت الوصفة دي ممكن تتعمل منزليا، بس انا قلت اجرب الموقع اللي اسمه ارومازون ده، الاخوة الجزائريين كتير قوي قالوا لي اخش عليه وكده واشوف المنتجات وكده، فشبطت بقى في منتجات كتير قوي وقلت اجربها، ومنها المقشرات دي. يعني مقشر الفراولة دي كان ممكن بمنتهى السهولة ان انا اضرب الفراولة في الخلاط واصفيه وكده، ولا كده بيفضل البذر تاخديه وتنشفيه هيبقى عندك بذور الفراولة. فيعني كان في حاجات كتير قوي انا ممكن اعملها من غير ما اشتريها يعني. وبرضو اشتريت من عندهم لون معمول من البنجر، لون طبيعي اللي هو لونت بيه الفراولة، برضو كان ممكن ان هو يتعمل منزليا، يعني ممكن يتعصر البنجر ويتكثف نعمل اللون ده في البيت. بس اللي عجبني جدا عندهم صمغ الزنسان، حاجة مختلفة خالص غير اللي انا بستخدمها، جودة تانية خالص، مش بتحتاجي ان انت تدوبيها بالجليسرين، بتتدوب بالمية على طول وبتطلع شفافة جدا زي ما هتشوفوا كمان شوية. ده صمغ الزنسان زي ما انتوا شايفين كده لونه مختلف شوية، اللي انا كنت بستخدمه قبل كده لونه مصفر، ده على مبيض. انا دل هنا هدوبه بالمية، واخدت من المية 87 جرام فاصلة واحد، بمجرد ان انا هنزل عليه بالمية وقلب بسرعة هو بيدوب على طول، ومفروض استنى عليه 5 دقايق بيكون تقل وبقى قوامه مظبوط جدا زي ما هتشوفوا يعني زي ما هتشوفوا دلوقتي معايا. يعني انا استخدمت جرام ونص فقط من صمغ الزنسان واداني النتيجة التحفة دي، يعني مجرد جرام ونص صمغ الزنسان و 78 جرام فاصلة واحد من الماء المقطر. دلوقتي هو تقل وقوامه بقى شفاف، يعني عامل زي الازاز ما شاء الله، يعني فعلا قوام تحفة. انا مكنتش يعني متخيلة ان الفرق جامد كده ما بين صمغ الزنسان الخاص بالكوزماتيكس وصمغ الزنسان الغذائي، لا يعني فرق شاسع شاسع شاسع. هنا انا معايا 3.5 جرام من بذر الفراولة، ده كان ممكن سهل قوي ان انا اعمله في البيت، ان انا اضربه في الخلاط واصفيه وانشفه هيبقى عندي بذر فراولة يعني. وبضيفه دلوقتي فوق الخليط السابق بتاع صمغ الزنسان وبقلب، وشايفين بقى التحفة الفنية بقى لما مع الشفافية وكده والبذور، لا المنظر جميل جدا يعني. هنا بذر الفراولة باين اكتر، شايفين لما عملت عليه زوم جميل جدا. هضيف 2.5 جرام من خلاصة الفراولة، ودي هتديني بقى يعني ريحة جميلة جدا، ريحة فراولة طبيعية يعني.
تاني مقشر معايا 4 جرام من قشور عين الجمل. ده بيبقى طبعا القشرة الخارجية بتاعت عين الجمل مطحونة، خدت منها 4 جرام وهضيفها للخليط السابق. بضيف هنا 0.9 من البنجر اللي هو اللون بتاع البنجر. هم يعني ده عبارة عن بنجر طبيعي، مش عارفة هم عاملينه ازاي، بس طبعا يعني اعتقد ان بما انه مادة طبيعية ممكن يتحضر منزليا. يعني لو ما عندكيش ممكن تحطي اي لون عندك تاني مائي خاص بالكوزماتكس، بس هو طبعا بيدي لون طبيعي يعني تحفة. البي اتش هنا المفروض يكون من 4.5 لحد 5.5، بس انا طلع معايا هنا 7، فانا ممكن انزله بطريقتين. ممكن احط نقاط من اللاكتيك اسيد او محلول ملح ليمون بالميه، وتحطي نقط بسيطه كده بينزل على طول في ثواني، يعني هما نقطتين ثلاثه بالكتير قوي. يعني انا هنا استعملت اللاكتيك اسيد عشان مخلوط جاهز عندي، فاسهل لي من ان انا ادوب ملح ليمون واخد بالقطاره. يعني لما اقيس تاني هتلاقوه ظبط على طول، يعني الحقيقة نزل على طول لغاية 5. هضيف المادة الحافظة اللي عندي 0.5 جرام فينوكسي ايثانول وفاصلة 2 من البيوكرول WS1، بس الافضل ان انتوا تضيفوا للناس اللي في الجزائر بيبقى عندها كوس جارد، تضيفوا جرام كوس جارد. شايفين القوام؟ يعني تحسي فعلا ان هي مربة فراولة، بجد جميلة جدا يعني كريحة وكل حاجة. يعني من صعب ان انت تكتشفي ان هي مش مربة فراولة، يعني تحفة. ونجربها مع بعض طبعا. بصوا، بمجرد ان انا اخدت حاجة بسيطة خالص على ايدي فعلا يعني ناعم، قوامه ناعم جدا جدا، حرير يعني. طبعا عشان يحافظ على البشرة، عشان ده المفروض ان هو سكراب للوش. بحرك بقى في حركة دائرية كده، هو ناعم قوي، وممكن تسيبيه شوية على بشرتك وتشطفي بمية وبس. يعني ممكن تسيبيه دقيقة دقيقتين واشطفي بمية. جميل جميل جميل، بنعم البشرة بطريقة يعني عايزة اقول لكم حرير حرير. طبعا ده طبعا يبقى منتج تجاري حلو جدا يعني، وتقدري تستخدميه بشكل يومي على بشرتك، مفيش منه اي ضرر، ده حاجة طبيعية 100% يعني.